أهلاً أعزائي المشاهدين، أحييكم تحية المحبة والفرح والسلام من ربنا يسوع المسيح لكل مشاهد، وبصلي إنه ربنا يباركك وفعلاً هذه الحلقات تكون سبب خلاص وتكون سبب نضوج روحي في حياتك. أنا عم بتكلم عن تعليم المسيح عزته على الجبل، وأنا اليوم موجود على جبل الزيتون، الجبل المحبب على قلب يسوع المسيح، هذا الجبل الذي يطل على البلدة القديمة أورشليم القدس. ورح أتكلم في هذه الحلقة عن موضوع كتير كتير مهم، تعبير عم بنسمعه بيتكرر من خلال هذه التعليم، عن بر الفريسيين. ابقوا معي، سأواصل حديثي بعد هذا الفاصل القصير. أهلاً أعزائي من جبل الزيتون في أورشليم القدس، بواصل حديثي عن بر الفريسيين. خليني أقتبس قول المسيح، قال يسوع: فإني أقول لكم إنه إن لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السماوات. طبعاً هذا يعني التصريح خطير والتصريح عظيم جداً، مين ممكن يقدر يطبق هذا التعليم؟ خليني أبتدي أقول أحبائي إنه مجيء يسوع المسيح كان يعتبر راديكالي، مغير جذري كلياً للمفاهيم اللي كانت في أيامه. فمثلاً رفض المسيح البر الظاهري وكل أشكال التدين الخارجي من تقوى وبر اللي هي بس بتركز على مجد الناس أو مديح الناس أو ببين الإنسان فقط تقي من الخارج. الرب يسوع اتكلم كتير ضد الفرسين ولا سيما من هذه المنطقة، اتكلم مثلا عن تنظيف الكأس من الخارج والقلب مملوء اختطافا ودعارة، واتكلم عن الفريسيين انه يشبهون قبورا مبيضه. وبتعرفوا جبل الزيتون مليان بالقبور بالمقابر ودائما بيهتموا فيها، لكن من برا مبيضه، لكن لما بتفتح القبر او الكفن من جوا بتكون عظام ونجسات من الداخل. فالمسيح هاجم كل اشكال مظاهر التدين الخارجي، والكتاب يتكلم يعني إن حفظ كل الناموس وعثر في واحدة فقد صار مجرما في الكل. فالمسيح لم يطلب أقل من الكمال، كونوا كاملين كما أن أباكم السماوي هو كامل. فالمسيح بيتكلم عن البر الحقيقي، البر الذي من الله بدون الناموس، هذا البر اللي على أساس عمل يسوع المسيح الكفاري، غطانا، غطى عيوبنا وجعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. هذا البر اللي أعلن تبريرنا، وهذا البر اللي أعلن براءتنا أيضا، مش الممارسات الطقسية ولا التقوى الخارجية ولا شو الناس عم بتشوف وشو عم بتعمل، لكن المسيح بيتكلم عن الجوهر، عن القلب من جوا. فالمسيح رفض الكبرياء المقنع والرياء المبرقع والتواضع المصنع. على فكرة زبطت، أجت على السجع. فالرب بيرفض كل الألوان، يعني الإنسان اللي بيتلون بيمثل في كل مظاهر في كل أشكال التدين، والغرض هو مجد ذاته أو لربما حب المال وحب الشهرة، حب السيطرة، حب الامتلاك، وأنه بكل بساطة عاوز الناس أنه تشوفه. لكن الأهم
لما الله بينظر لقلبك شو بيشوف؟ فالمشكلة الكبرى أحبائي هي الكبرياء، والمشكلة الأخطر إذا الإنسان بيستخدم الدين باسم الكبرياء، فهذه طامة كبرى، بلية، مصيبة بتحدث في حياة الإنسان. فإذا المسيح تكلم عن الناموس الداخلي، الشريعة المغيرة، الشريعة المكتوبة في القلب محفورة ومنقوشة أيضا، هذه الشريعة المدفوعة بالمحبة الغير مشروطة والمحبة الغير محدودة، وهذه الشريعة المكتوبة بالروح القدس بنير أذهاننا وعقولنا وقلوبنا، مش بصير التركيز على حرف الناموس لكن فعلا على عمل الروح القدس. هذه هي الحياة الجديدة في المسيح يسوع، هذه هي الحياة الجديدة اللي نبعها ومصدرها الرب يسوع المسيح، له كل المجد. فهذا النوع اللي بيطالبه يسوع المسيح، قال إن لم يزد بركم على الكتبة والفرسيين لا تقدروا أن تدخلوا ملكوت السموات. أعزائي ابقوا معي، سأواصل حديثي بعد قليل. The righteousness of the Pharisees, as far as I would understand what Jesus is talking about, is seen from a perspective of one of many Jewish groups who exist at the time. The Pharisees are a very powerful, popular religious movement, and they have a high stress on dietary laws and practices such as almsgiving. We know from archaeological remains that they wear their phylacteries, these little boxes on their head, and theirs are twice as wide as some of the others. They make their stripes broad. So there's an aspect of piety in their minds that is quite public, that you show how religious you are by following certain dress codes and certain food laws and certain practices. And Jesus says that all of that is irrelevant if your heart isn't transformed. So he's looking for an internal holiness, an internal meekness before God and humility, and a privacy in relationship, not serving God because you want someone to pat you on the back, but caring about God's opinion of what you do more than man's opinion. أحبائي إحنا بنتمثل وبنتعلم من يسوع المسيح، فهو فعلا مثالنا وكمالنا وجمالنا أيضا. يسوع المسيح لما بتنظر إليه بتشوف فعلا الكمال، وعاوز وبتحب تتشبه بيسوع المسيح. طبعا المشكلة مش في المتدينين ولا الفريسيين ولا الكتبة، الكتاب بعلمنا أنه في كتير حتى منهم آمنوا بيسوع المسيح، لكن احنا بنتكلم على الفئات اللي هي كانت مؤثرة في المجتمع في أيام المسيح. فمثلا جماعة الكتبة، الكتبة هم بكل بساطة اللي بيكتبوا الشريعة وبنصوا وبفسروا نصوص هذه الشريعة، يعني هم جماعة السكولرز، المتضلعين في دراسة الكتب المقدسة، وهذا كل شغل وهذا كل هم إنه يمارسوا هذه الدراسة. أما الفريسيين فهي الفئة المحافظة الأصولية التي تحافظ على الناموس وعلى الشريعة، وطبعا البداية كانت حسنة لأنه مش عاوزين الشعب يرتد ويترك كلمة الله، فشافوا المآسي القديمة من السبي الأشوري والسبي البابلي، وها هم الآن تحت الاستعمار الروماني، فعاوزين يحافظوا على النفس، على القلب اليهودي إنه لا يضل ولا يبتعد، فكان كل شغلهم إن يحافظوا على الشريعة،
وكان عدد مش أقل من 6000 شخص في أيام المسيح. والفريسي، كلمة فريسي تعني المنعزل أو المنفصل. لكن المشكلة الأكبر إنه لما ابتدأت التقاليد تكثر فصار التركيز أكثر على التقاليد، ماذا يقول الرابي وماذا يقول الحكيم وماذا يقول المعلم، وابتدأوا زي كأنه يعملوا انحراف حول الشريعة مع أنه بطبقوا الشريعة لكن بزيدوا عليها حتى يحافظوا على الناس يمسكوا الناس. أكثر من 500 قانون عملوا مثلاً ليوم السبت حتى الناس ما تكسر مثلاً يوم السبت. هذه الجماعات اللي كان المسيح بهاجمها، اللي كانوا مرائين، محبين للذات، محبين للمال، وصفهم المسيح بأوصاف كثيرة، وبالتحديد طبعاً التركيز على القشور، على المظاهر، التدين الخارجي من صوم وصلاة وصدقة إلى آخره لكي ينظروهم الناس. فكلام المسيح إن لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين. خلينا نأخذها من ناحيتين. الناحية الأولى، الناحية السلبية، إنه يمكن الفريسيين ما كانوش المثل، بحيث إنه يعني مثل ما قال يسوع أبطلتم وصايا الله بتقليدكم، مع أنه عم بحافظوا على الشريعة لكن عم بحافظوا على التقاليد، تقاليد الآباء. فيعني المسيح مش عاوزنا أنه نركز على الطقوس وعلى مظاهر التدين أو أشكال التدين الخارجي والممارسات اللي بتصير كل همنا وتركيزنا، ومننسى الجوهر أو المحور الرئيسي اللي هو كلمة الله. لكن خلينا نأخذها من ناحية إيجابية أحبائي. قال يسوع إن لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السموات. فإذن إذا الفريسيين هم الجماعة اللي بيطبقوا الناموس بحذافيره، فالسؤال من يستطيع أن يخلص؟ الخلاص هو عشان أنت تكون مقبول أمام الله لازم تكون كامل، لازم تكون قدوس، لازم تكون بلا خطية. فهي النظرية ساقطة لأن الكتاب نفسه يعني حكم علينا، يقول إذ الجميع أخطأوا وعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. فإذا في نظر الله نحن جميعا خطأ، ومثل ما ذكرت يعني إن حفظت كل الناموس وعثرت بس في واحدة صرت مجرم في الكل. فناموس الرب كامل، فما فيك يعني مثل اللؤلؤ إذا شلت حبة كل العقد بيفرض. فلا إنسان يخلص إنك تحافظ 100% على الشريعة، والشريعة اللي ورجتنا إنه إحنا خطاة ونحتاج إلى المخلص. فالمخلص هو يسوع المسيح. هذا الشيء الثاني اللي هو أكمل الناموس بالكامل ولم نجد فيه خطية، مات من أجلك ومن أجلي حتى نتحرر التحرير الكامل. ابقوا معي، سأواصل حديثي بعد قليل. أهلاً أحباء المشاهدين من جبل الزيتون الذي يطل على القدس القديمة. أختم حديثي بهذا الشيء. شفنا إنه ولا إنسان بار، ليس من يعمل صلاحاً، ليس ولا واحد، إذ الجميع أخطأوا. طب شو الحل؟ الحل إنه الله لازم يحكم بالموت، لأن أجرة الخطية هي موت، أما هبة الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا. فإذا الإنسان عاجز، والناموس والشريعة عم بتقول أنت إنسان خاطئ، أنت إنسان محكوم عليك. والحل كمان الناموس وجهنا ليسوع المسيح المخلص. جاء المسيح اللي هو محبة الله، وتجسيدا لهذه المحبة أخذ مكانك ومكاني ومات على الصليب هنا في مدينة القدس. بتشوفوا كنيسة القيامة من وراء من الخلف، وطبعا قام من الأموات لتبريرنا. فهذا البر أحبائي
بسبب إكمال المسيح عمل الكفارة الكامل، مات وقام من بين الأموات، فأصبحت مبرر أمام الله. فالله ينظر إلينا من خلال بر المسيح اللي أكمل الشريعة واللي قدم نفسه ضحية كفارة لأجلك ولأجلي. إن حطينا ثقتنا ونظرنا ليسوع نخلص. آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص. الرب يباركك.